اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك ذاكرين أواهين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم حرم على النار أجسادنا وأبشارنا ووالدينا يا رب العالمين، يا واسع الرحاب، يا عظيم الجناب، يا مفتح الأبواب، ويا قابل التوب ممن تاب. لا إله إلا أنت العزيز الوهاب، العزيز الوهاب، إلهنا وخالقنا ورازقنا. اجعلها ساعة توبة، اجعلها ساعة رضا، اجعلها ساعة قبول يا رب العالمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، واقطع رجاءنا عمن سواك. يا الله، يا سيدنا، يا مولانا، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، توجهنا إليك، توجهنا إليك، توكلنا عليك، رفعنا أيدينا إليك خاشعين بين يديك. يا عظيم، يا جليل، يا كريم، نحن الفقراء، نحن الفقراء، نحن الضعفاء، ببابك واقفون، ولرحمتك متعرضون، ولرحمتك متعرضون. يا رحمن، يا رحمن، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة، اجمعنا في الجنة، اجمعنا في الجنة على سرر متقابلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر الزلات، اجعل لنا وللمسلمين من كل ضيق مخرجا، اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى يا رب العالمين، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين. اللهم انصر إخواننا في الشام، انصر إخواننا في اليمن، انصر إخواننا في بورما، انصر إخواننا في بيت المقدس. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم فرج همهم، نفس كربهم، أقل عثراتهم، تول بنفسك أمرهم يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.